عيب دولة مرت بالأزمة حل 20 فبراير، قام فيها حزب العدالة والتنمية بدور كبير وساهم في إنقاذ البلد مما يقع حولنا وجوارنا وأنتم ترون بأعينكم. من العيب أن هذا الحزب هذا لما يحقق المرتبة الأولى بطريقة واضحة بينة ظاهرة في هذه المرحلة نجمعوا له 4 ديال الأحزاب ونقول لهم ما تشاركوا مع السيد إلا ما قبل باش تكونوا كاملين داخلين كصف واحد، بمعنى داخلين باش تحنوا له الراس. عبد الإله بن كيران ما كيحنيش الراس. طيب من اللي حيدتونا ماكو سر، صافي سيدي حنا نرجعوا في حالتنا وديروا الربح ديروا الخير. اش درتيو؟ ماذا فعلت هذه الحكومة لصالح الوطن؟ وسمحوا لي الإخوان قبل ما تتكلموا على الغلاء، وهذا الأخ اللي جابت الصنارة اختصر الكلام. الجميلة ديال المغاربة ايام يخصهم، إذا كانوا حكومة ما يجيوش يبقوا يبكيوا علينا يقولوا لنا الحكومة السابقة هي المسؤولة على هذا الشيء. يقول انت الا كانت مسؤوله على هذا الشيء ولا ماشي مسؤوله على هذا الشيء، انت جيتي باش تحل المشاكل اللي كانت هي مسؤوله عليها واللي ما كانتش هي مسؤوله عليها، واللي وقعات لانه وقعت الحرب في اوكرانيا، واللي وقعات لانه وقعت واحد العدد ديال المشاكل. انت هذه مهمتك، ولا ما كنتيش قادر باش تحل المشاكل تخصك على الاقل تخرج عند المجتمع وتتكلم معاه بصراحه وتتكلم معاه بصدق وتقول له يا ودي هذا الشيء اللي عطى الله ها هو السبب ها هو السبب ها هو السبب. المغاربه راهما ناس عقلهم واذكياء وتيفهموا وراه عندهم ثقافه، راه ما كاينش مغربي ماشي مثقف. هاد الناس اخوتي الكرام المحترمين خصهم يعرفوا بلي هاد البلاد قايمه على الاسلام اول وقبل كل شيء، والاسلام كيقتضي الصدق. وخصك ملي قلتي للناس غنعطيكم ونعطيكم ونعطيكم تعطيهم، ولا ما كانش عندك خاصك تخرج تقول للناس قلت لكم غنعطيكم ونعطيكم ونعطيكم وما عطيتكمش لانه الظروف ما سمحت لياش، ها الميزانيه اش كتقول ها الميزانيه اش كتقول. في الوقت اللي حنا كنسمعوا باللي المداخيل ديال الضرائب كتقدم وباللي المداخيل مختلفه ديال السياحه كتقدم وديال المغاربه المقيمين بالخارج كتقدم، في هذا الوقت هذا وكنسمعوا باللي الميزانيه تتحسن، هذه الوعود هذه تبخرت. كيف يعقل هذا الكلام؟ اسمحوا لي اخوتي المغاربه اللي صوتي ومقام مقابل دراهم معدودات، ما عندكمش الحق اليوم تحتجوا لانكم انتم خديتوا الفلوس. كنهضر على اللي خدا الفلوس، اللي باع ما لا يجوز بيعه، باع صوته، باع كرامته، باع وطنه، باع مستقبله. والذي اشترى لا يهتم لك بعد ان اشترى منك، يا للاسف. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.